بداية شهر تشرين الأول هذا العام لتطلق حملة حياتك للتوعية ضد سرطان الثدي، ومن ثم حملة حياتك للتوعية ضد سرطان البروستات تزامناً مع المناسبات العالمية. لكن الكشف المبكر يزيد من فرصة الشفاء التام. المصاب في المراحل الأولى لديه معدل نجاة يقارب إلى حد كبير صحة شخص سليم لا يعاني من المرض. الهدف الأساسي من حملات تثقيف التي تقوم بها منظمة نام يأتي بسبب إدراكنا أن الكشف المبكر للمرض ينقذ حياة المصاب، وواجبنا الاجتماعي يتوجب زيادة الوعي الصحي ونشر ثقافة الكشف المبكر لأمراض السرطان ينقذ حياتكم من خلال التعرف على العوامل الخطيرة والمسببة للإصابة وأعراض المرض، بالإضافة إلى طرق الفحص والعلاج. انطلقت كوادرنا التطوعية في جولات ميدانية لنشر ثقافة الوعي ضد هذا المرض من خلال حملات تثقيفية واسعة في المراكز التجارية والأماكن الشعبية، بالإضافة إلى حملات إعلامية كبيرة تضمنت نشر إعلانات ونشرات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات على اللوحات الإلكترونية المنتشرة في العاصمة بغداد، بالإضافة إلى القنوات الفضائية المختلفة. ونأمل يتوسع عملنا مستقبلاً ليشمل جميع المحافظات والأقضية والنواحي في عموم العراق. إن وزارة الصحة المتمثلة بالسيد الوزير المحترم ومجلس السرطان والكوادر الصحية المختلفة كان لهم دور أساسي في دعم هذه الحملات وتوسيعها والتعاون مستمر. حقيقة احنا صارنا فترة نشتغل على هذا الموضوع. اليوم احنا عقدنا مؤتمر معا للتوعية الصحية، صارنا فترة احنا نزيد الوعي مع المجتمع، قمنا بجولات ميدانية بزيارات ميدانية للتركيز على الكشف المبكر للسرطان، لان كل ما هو ينكشف مبكر كل ما نسبة النجاة يكون اعلى. ركزنا على العوامل الخطيرة، بينا على الموقع وفي المنشورات اللي وزعناها والحديث مع الناس شنو هاي العوامل الخطيرة والمسببة، مثلا منها التاريخ العائلي، حتى هو يعرف مثلا اذا هو اكثر مصاب عن اكثر معرض عن هذا المرض. طبعا احنا مستمرين في هذا الحمله وتعاونا ويا وزاره الصحه ويا مجلس السرطان ويا الكوادر الصحيه، واحنا مستمرين بهذا العمل. ولا يفوتنا ان نذكر اهميه دعم كوادرنا الطبيه خاصه خلال هذه المرحله الصعبه في مواجهه وباء كورونا. الرحيم، أقامت اليوم منظمة معنى الإغاثة الإنسانية والتنمية مؤتمرها الأول للتوعية الصحية 2020، وهذا المؤتمر بالتزامن مع ختام حملات المنظمة للتوعية الصحية حول سرطانات البروستات والثدي، حيث طوال شهري تشرين الأول والثاني كان للمنظمة حملة حياتك خلال شهر تشرين الأول وحملة حياتك خلال شهر تشرين الثاني بالتعاون مع وزارة الصحة لزيادة الوعي الصحي لدى الفرد العراقي وتوسيع الثقافة الصحية ولتقليل
مخاطر هذه الأمراض وتعريف الناس أيضا عن الأعراض والمخاطر التي ممكن أن تؤدي إليها هذه الإصابات. في الفترة الأخيرة وبالسنوات الأخيرة كل الإحصائيات تشير إلى زيادة أعداد الإصابات بمرض سرطان الثدي ومرض سرطان البروستات، لذا المنظمة سلطت الضوء وسلطت جهدها الإنساني والتوعوي للقيام بهذه الحملات، واليوم كان عندنا هذا المؤتمر اللي هو ختام للفعاليات، ونتمنى من وزارة الصحة والبيئة والمجتمع وجميع الكوادر المهنية للمنظمة بالاستمرار بهكذا حملات لخدمة المجتمع العراقي والعراق الحبيب. العراق هي حاجة ماسة حقيقة، وأنا جربتها خلال 6 أشهر اللي كنت بها بالوزارة، وهي من أصعب الوزارات في العراق. الوضع الصحي في العراق دون الطموح، الاستباقية في تشخيص الأمراض والوقاية منها ضروري جدا. للأسف الشديد احنا نفتقر الى الإحصاء الطبي، ورتبنا تدريب مع شركة IBM والصحة العالمية، دربنا حوالي 19 طبيب بالإحصاء الطبي والدراسات الميدانية. بدون وجود تخطيط استراتيجي قريب متوسط وبعيد الأمد وصيانة هذا التخطيط، لا يمكن لأي مؤسسة كوزارة الصحة أن تصرف الأموال allocation of resources. يعني لازم نعرف كم مصاب عندنا بالسرطان في فلان منطقة، الأعمار، ناصرية، باصرة، موصل، على مود نحدد المبالغ اللي تصرف عليها. بدون هذا راح يظل عندنا ضعف، احنا نكشف المرض وما نقدر نعالجه، فراح يسبب حقيقة ارتباك. تخطيط استراتيجي ممكن أن نهيئ فكرة وطريق للبناء وطريق للنصر، كما انتصرنا في وزارة الصحة وكانت ظروفها جدا صعبة. احنا في خدمة هذا البلد، ورجعت أنا لهذا الأساس لتكوين مؤسسة لأمراض السكري، هي نون بروفيت يعني غير ربحية، وراح ارجع استفيد من اخواني الوكلاء اللي اشتغلت وياهم في هذا المشروع. اتمنى لكم كل التوفيق بنتي ساره، وهذا اشجعش انت والقائمين على هذا المشروع، اي مشروع للشباب وتاهيل الكوادر واعاده بناء الثقه بين المواطن والطبيب من اولويات عملنا كمصلحين وبنائين، ونحن كلنا جميعا جزء من هذا الوطن العظيم. وزارة الصحة قسم الإعلام والتوعية قمنا بحملات توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني لدوره المهم، وأيضا هو المرض الأكثر شيوعا لدى النساء. وطبعا كل ما كان الفحص مبكر كان نسبة الشفاء عالية، تقريبا تصل إلى أكثر من 95%، وطبعا أكيد كلما كانت مراحل متأخرة تصل نسبة الشفاء إلى 5%. فإحنا بدورنا كقسم للتوعية والإعلام نحاول أنه نسوي حملات
حملات توعوية في داخل الوزارة وخارج الوزارة وأيضا في المؤسسات الصحية. هناك أيضا أماكن للكشف المبكر عن سرطان الثدي، عندنا أيضا مراكز تخصصية من جانب الكرخ والرصافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأيضا وزارة الصحة قامت بحملات توعوية من نشر فولدرات وبوسترات وفيديوهات خاصة للتوعية عن كشف مبكر سرطان الثدي. وطبعا اليوم أيضا أقامت منظمة معا للكشف المبكر عن سرطان الثدي حملة توعوية بالمشاركة والتعاون مع وزارة الصحة، ونحاول أنه يعني أكبر عدد ممكن من النساء أنه نوعيهم حول هذا المرض وأسبابه وكيفية انتقاله أيضا والوقاية منه، لأن تعرفين حضرتك أنه يعني في حالة أنه الأم أو الأخت أو الخالة كان عندها مشاكل في الثدي ممكن المرأة أنه تنصاب. ودائما نحاول أنه نخلي المرأة أنه تعمل لها فحص ذاتي دوري شهريا بعد انتهاء الدورة، وتلاحظ أي تغيرات في الثدي تراجع أقرب مؤسسة صحية لها قريبة عليها حتى يتم تشخيصها والكشف عليها وتحويلها لأقرب مركز للكشف والتحري عن سرطان الثدي. مشاهداتي لطبيعة الأوضاع بالعراق أن المواطن العراقي غير مكترث لصحته وغير مهتم بالغذاء مالته ولا بالتوعية ولا بالمتابعة، وبالتالي أعتقد أن على الأجهزة المختصة الصحية والحكومية نشر الوعي الصحي، لأننا حقيقة نمر بمرحلة صحية خطيرة، وخصوصا جائحة كورونا وانتشار الأمراض المتوطنة وأمراض خطيرة جدا كالسرطان وغيره. وبالتالي أعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يحظى بأهمية كبيرة من السلطات العراقية، لأن المجتمع العراقي حقا لا يكترث لا للتوعية ولا يتابع حالته الصحية. العراق بلد كبير، بلد غني ومتمكن. العراق كان من أول الدول العالم في الشرق الأوسط في تصدير الدواء، شهادات أطبائنا معترف بها دوليا، ولازم نرجع إحنا إلى هذه الإمكانية العظيمة. والعراق في رقبتنا، والآن صار في رقبتك بنتي سارة. هذا الآن المشروع لازم يستمر، وإن شاء الله أنتم والقائمين عليه تنتصرون به، وإحنا كنا في خدمتكم وخدمة الوطن. في الختام أتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم بهذا الجهد الكبير لحملة حياتك وحياتك، كما وأخص بالشكر كوادر منظمة معا وفرقها التطوعية. تمنياتي للجميع بدوام الموفقية والنجاح في عملهم التطوعي لخدمة المجتمع العراقي الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.